وعليكم جميل. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله صلح. وبركاته. معذرة معذرة عذرا عذرا. من قارئنا؟ بسم الله. I can read, inshallah. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. روى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه. ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية، كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسل إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه. ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة، لا يقدم بمثلها المربي صريحا لأنه واثق بصورة العقد واسمه. شيخ، could you explain that؟ يعني الآن إذا الإنسان استحل بيع العينة اللي تكلمنا عنه سابقا، وهو أني مثلا أريد أن أقول أأخذ منك يا فاطمة، أريد أن تدينينني 1000 ريال أو 1000 دولار على أن أرجعها لك 1500، هذا ربا صحيح، صريح جدا. طيب، فأنا عشان ما يصير ربا تقول لي طيب شوف، أنا أبيعك هذه يعني هذه القلادة، طيب ب1500، طيب على أن تعطيني إياها على الأجل على سنتين، طيب خلاص هذا بيع بالتقسيط، ما في شيء، صح؟ بعدين أرجع أنا أقول لك طيب أنا أشتري منك، ها أخذت القلادة ثم أرجع بها عليك أنت مرة أخرى ب1000، طيب وهذه 1000 مؤجلة، فماذا حصل حينئذ؟ حصل أن أنا أخذت منك 1500، طيب مقابل 1000، مقابل الأجل، واضح؟ يعني صارت كأنني أخذت 1500 بس عشان ما تصير ربا صريح، عملت فيها صورة بيع بالتقسيط وبيع إليك، واضح؟ فوضعت هذه القلادة في النص، هذا الحرير في النص، حتى بس استحل الربا، حتى ما تكون صورته صورة إيش؟ ربا، تكون صورته كأنه بيع بالآجل، واضح؟ نعم. فهو يقول إذا أنت فعلت هذا الأمر وجعلت صورته صورة بيع، لو أنه ربا، لو أنه ربا صريح، الواحد يعرف أنه ربا ويخاف ويخشى الله، يقول لا، هذا في مفسدة أعظم هذه الحيلة. ليش؟ لأن جعلت مطالبة الغريم بالقوة التي لا يعني المرابي ما عنده القوة هذه، يقول لا أنا أريد الفائدة الربوية التي لي،
المرابي يخجل إذا كان مسلم ويعرف أن هذا غلط، لكن إذا كان بيع يقول له هذا حقي. نعم. جزاك الله خيرا. ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حلة تلك الزيادة وطيبها بخلاف مطالبة المربي صريحا، ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض. يعني مثلا لو أن امرأة أحبت رجلا نصرانيا وجاءوا عملوا عقد في المسجد، هل هذا الزواج صحيح؟ لا. طيب بس العقد هذا ليش يفعلونه؟ حتى كذا شيء نفسي كأنه يعني حلال. نعم، هذا المثل الذي ضربه يعني. نعم. ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه وداره كما هو الواقع في الواقع. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمورة سليبا حزينا محسورا. ونحن رأينا هذا، أصحاب الربا كيف تأخذ بيوتهم ويفقدونها، والاقتصاد يعني لا يرحم، يطحن الفقراء، اقتصاد الربوي ليس فيه رحمة. نعم. فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة، فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا مضاعفة؟ ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلك. يعني اللي هو الصرف قبل القبض، كان يبيعه درهما بدراهم إلى أجل، هذا ما يصير. نعم. وإن لم يكن هناك زيادة، هذا لا يجوز. يعني بمعنى إذا أنا قلت لك هذا الدرهم بهذا الدرهم، طيب لابد مثلا بمثل ويدا بيد، ما تؤخذ. الشريعة احتاطت حتى لا يقع أي شيء من الربا. نعم. ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإنما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه، ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وترامى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه. وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد، وجدت الأمر فيه كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد بذلك. الوجدان يعني الواقع. الله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل اسمها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها، ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحن واسمه بإذابته،
حتى استحدث اسم الودك وصورته، ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكله، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد. فتغيير صورة المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني لو فعلوا المعصية كما هي كان أهون من أنهم يتحايلون بمثل هذه الحيل. يعني مثلا تجي واحد يحلل لك للناس، وهذا يحصل كثيرا، تجد حيل عجيبة يتحيلون بها لاستحلال المحرمات، إما لشهوة وإما لضعف وإما لغرض في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال بشر بن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته، وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والممالأة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. فقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل ابن حنبلة وذكر أصحاب الحيل فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. أما الرأي الذي ليس كذلك هو ليس المذموم، إنما الرأي الذي يكون مبنى على الجهل، يكون مبنى على الهوى، يكون مقصوده الذي يكون يخالف مقاصد الشر. نعم. فروى حرب عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. ما أكثر هذا في الشباب والناس اليوم. طيب يا شيخ، إذا كان كذا وإذا رأيت، يعني يبغى يجيب لك سيناريو أو طريقة معينة حتى ينتهي الأمر إلى إلغاء هذا الحكم. نعم. وعن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم. فقال أحمد: في رواية ابن سعيد لا يجوز شيء من الحيل، وفي رواية صالح ابنه: الحيل لا نراها. وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: البيعان بالخيار ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقله، قال: فيه إبطال الحيل. وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام، فاحتالوا فيه حتى أحلوه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له. وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل، وقد قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى: يوفون بالنذر،
وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة من الحمل: سبحان الله، ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقبها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقل لكتاب الله والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فلا تدري هي حامل أم لا. سبحان الله، ما أسمج هذا. وقال في رواية حبيش من حبيش بن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها في يومها ويتزوجها: أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها هذا من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب وقال: هذا أخبث قول. فقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه. وقال في رواية الميموني: في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قال: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وعلى درجه إن صعدت أو نزلت، لا، وهي على درجه، وهي على درجه، يعني هي على واحدة على السلم، in the middle of the stairs. إن صعدت أو نزلت، إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: تحمل حملا ولا تنزل. فقال: هذا الحنث بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنث. قالوا: إنها شو اسمه تحمل، ما هي ما نزلت. قل: هذا بعينه، نزلت فيه. مو بالمقصود لما قال أنت طالق إذا طلعت أو نزلت، ما يقصد هو، يعني يقصد إن إذا تحركت وكذا تطلق. نفس الشيء قيل بعض الفقهاء طلع حيلة أخرى، قال: تقفز، إذا صارت على السلم، وقال: إذا طلعت طالق وإذا نزلت طالق، قال: تقفز عليه، لا طلعت ولا نزلت. نعم. وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتددت عن الإسلام بنتي منه. ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. وكذلك قال عبد الله بن مبارك ثم قال: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا. أفتوا رجلا حلف ألا يطلق امرأته بوجه من الوجوه، فبذل له مال كثير في طلاقها، فأتوه بأن يقبل أمها أو يباشرها. فأفتوه بأن يقبل أمها أو يباشرها، فتنفسخ منه، يعني إذا باشر أمها. نعم. وذكرت الحيلة عند شريك فقال: من يخادع الله يخدعه. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل: 320 مسألة كلها كفر. وقال حفص بن غياث: ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور. وقال عبد الله: مو يعني هذا كتاب الحيل هو كتاب الفجور وكتاب الكفر، وقد نسب هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، قيل أنه ألفه أبو حنيفة، وهذا غير صحيح، لا يوجد دليل على أن أبا حنيفة كتب هذا الكتاب، وإنما نسب إلى بعض أهل الرأي، وقد يكون كتبه في زمانه بعض أهل الرأي، بعض من ينتسبون إلى مدرسة الأحناف، لكنه لا يوجد أي دليل على هذا. لكن يبدو أن هذا الكتاب كان شائع، وهناك أثار كثيرة عن العلماء في ذم هذا الكتاب، ولا يوجد تصريح صريح في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله. ويعني هناك تعريض بهذا، نقلت عن بعض المسائل اللي فيها حيل وأرأيت وكذا واستنباط، لكن لا، هذا الكتاب فيه مسائل شنيعة كما رأيت، لا ليس، يعني ليس من الحق ولا من الإنصاف أن تنسب إليه.
أنه ألفها أو كتبها أو رضي بما في هذا الكتاب. نعم. وقال عبد الله بن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن، فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. يعني هذا الكتاب كتاب الحيل. ومعلوم عبد الله بن المبارك هذا من أعمدة يعني مؤسسي مذهب أبي حنيفة رحمه الله وناشر علمه، وهو إمام كبير وهو من أهل الحديث، ولا يظن بها يعني بمثل هذا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولكن كثر عند أصحابه شيء من هذه الحيل. نعم. وعنده رحمه الله أيضا شيء من هذه الحيل التي عابوه عليها السلف، لكن ليس هذه بعينها اللي هي يكفر، قال ترتد حتى تفصل منه يعني إذا كان يرفض تطليقها. نعم. وقال أيوب السختياني: ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أهل يعني ويل لهم، مين لهم؟ يرجع إلى أصحاب الحيل. نعم. وقال بعض أهل الحيل: ما تنقمون منا إلا أننا عبدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. وقال زاذان: قال علي رضي الله عنه، يعني وقد رأى مبادئ الحيل: إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد أحلها الله. قلت: ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيدها وسدت عليهم الطرق حتى فتحوها للتحيل الباطل، فمن ذلك أن الشارع يعني هنا قد قضية عظيمة جدا. موضوع الحيل هذا باطل ليش؟ لأن عندنا باب في الإسلام في الشريعة، باب عظيم اسمه باب سد الذرائع. باب سد الذرائع يعارض ويناقض مبدأ التحيل من أساسه. واضح؟ نعم. سيعطيك أمثلة على هذا كثيرة جدا. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. يعني مع لو أن رجلا قتل أباه مارثه، لو أن رجلا قتل أباه من أجل الورث مارثه، ما يعني فهذه سد، فجاء سد الذريعة بأن بإصدار هذا الحكم حتى لا يتجرأ أحد على استعجال الإرث. نعم. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي، ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق. يعني الذي العبد إذا قال إذا أنا مت فأنت يعني حر، راح وقتله عشان يصير حر، ما يعتق. ومن ذلك تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال على وطئها بصورة العقد المحرم. يعني امرأة ما زالت في العدة وتروح تتزوج واحد وهي في عدتها، قالوا هذا الواحد الذي تزوجت يحرم عليها مطلقا، خلاص إلى الأبد يحرم عليها. وسائر الفقهاء يقولون لا، إنما يكون عليها عدتين، عدة زوجها الأول وعدة هذا الزواج الفاسد، ويفرق بينهما، ثم إذا انتهت العدتين يتقدم لها كأحد الأزواج. بعضهم لا، قال عقوبة له، وشددوا في هذا سدا لهذه الذريعة. نعم. ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة عند الطائفة، وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، وعند الطائفة ترثه وإن تزوجت. يعني واحد خلاص عارف أنه بيموت، عنده كانسر وبيموت ويكره زوجته وراح طلقها بس حسدا لها أن لا ترثه وإساءته، ما يمشي مقصوده. نعم.
لو كان مبدأ الحيل يجوز ما كان في مانع من هذا الأمر، لأن هذه حيلة لمنعها من الميراث، لكن هذا محرم في الشرع. نعم. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له. ونظائر ذلك كثيرة. فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من عاش بالمكر مات بالفقر. حلوة. من عاش بالمكر والخداع عاش مات بالفقر. نعم. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانه الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأنه يمحق ماله، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه، وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمان سهمه وإحراق متاعه، وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره، وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق، وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته، وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفا، وجعل عقوبة من التذ بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إلام بدنه وروحه بالجلد والرجم فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته. يعني لو أن رجلا ينظر من الباب كذا على جاره، فوضع هذا صاحب البيت عود في هذا الفتحة ففقأت عين الناظر، هل يغرم؟ هل عليه عقوبة عند القاضي؟ يقولك لا، هذه هدر، ما حد قال ينظر من خرم الباب إلى الناس، تصبح مهدرة. نعم. وعاقب كل خائن لأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده، وإن نال بعضه فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي عملنا هذا من سأله، ولهذا عاقب أبا البشر بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة ليخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله. وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضدا يذل به ويخذل به، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. وعاقب الناس إذا بخسوا الكيل والميزان بجور السلطان عليهم يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا، وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لأموالهم بحبس الغيث عنهم فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجة،
وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلبوا الهدى من غيره بأن يضلهم ويسد عليهم أبواب الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره وذكر القرآن: من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقسمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وآخرة. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. وهذا باب واسع في الحقيقة، وأمثلته كثيرة جدا. تجد مثلا من أراد العز والمنع عند أعداء الله وممن يكفرون بالله ورسوله وبدينه وشرعه، تجد أن الله يضرب عليه الذلة فيصبح مهين عندهم ولا يعزونه، وهذا مشاهد ومعروف، ويبيعونه لأقل حاجة. وتجد مثلا الإنسان الذي يكذب في البيع والشراء ويخادع، مهما ارتفع يسقط، ويعني يفضحه الله ولو بعد حين. وتجد مثلا بنقيض، يعني كل من خالف الشرع واحتال وبدل وغير، يعني يوقعه الله في شر مما فر منها أو أراد. وهذا باب في العمليات والعلميات، في العمليات الأمثلة التي كثيرة التي ذكرها، حتى في العلميات مثل ما ذكر هنا مثلا: من ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله، صار على غير ضلال. ومن ابتغى الهدى في غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى. وإيش يكون النهاية والمصير؟ ونصله جهنم. وقال: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهو يريد الهدى من غير طريق الحق فتهديه إلى النار بدل ما تهديه إلى الجنة. تجد مثلا هناك من فر، قال: نحن لا نثبت لله أسماءه وصفاته. ليش؟ حتى لا نشبه الله بالمخلوقات. فماذا فعلوا؟ نفوا عن الله أسمائه وصفاته. طب أنت حينما نفيت أسماء الله وصفاته شبهت الله بالمعدومات، إيش هذا الذي هو له موجود وله غير موجود، وله حي وله قادر، وله يسمع ولا يبصر، ولا ينزل ولا يتكلم، وليس له حياة؟ هذا معدوم، فأنتم فررتم من تشبيهه بالموجودات فشبهتوه بأسوأ منه المعدومات. لما ذكروا عنه السلوب المطلق أو أسوأ منهم غلاة الجهمية الذين نفوا النقيضين، قالوا: هو لا موجود ولا ليس بموجود، هو لا حي ولا ميت ولا ليس بحي، هو لا ليس له سمع ولا ليس له سمع. فنقول: هذا شبهتموه بالممتنعات، وهي أسوأ من تشبيهه بالممكنات، لأن الممكنات قسمين: الممكنات قسم موجود وقسم ذهني غير موجود، وغير موجود لكم ممكن أن يوجد. هذا أعلى رتبة
من غير الموجود الذي يستحيل وجوده. وهكذا الأمر كما قلت في العلميات والعمليات. نعم. وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع. أحد يريد يقرأ؟ أعمل على شيء. طيب تفضل. يعني هل فكر الأشعريين غيرت يعني وبقت حاجة مختلفة اليوم غير ما كانت ما كان الأشاعرة؟ أشاعرة عزيزة. اليوم هم أسوأ مما كانوا عليه في السابق. الأشاعرة في أول أمرهم كانوا أقرب للسنة. لا أما اليوم متأخر الأشاعرة هم على مذهب الجهمية والمعتزلة في غالب أحوالهم. يعني يقولون يعني يؤمنوا بالأسماء والصفات. هذا ليس محلنا الآن، لكن هذا كلام مجمل. حتى المعتزلة تقول نؤمن، حتى كل الناس تقول هالكلام، لكن الحقيقة الإيمان بهذه لو لم يؤمنوا بها كفروا. إحنا ما نقول بكفرهم، نقول بأنهم مبتدعة. نعم. وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل الموصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم تناقض. والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ نعم. فنهى الله سبحانه قصد بها المحرم نفسه. نعم. فنهى الله سبحانه عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن سب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولما جاءت صفية تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. يعني هو صفية جاءت في الليل في آخر الليل ومعتكف، أو جاءت في أوله وسمرت معه، جلست معه مدة طويلة في خيمته، فتأخر الوقت فأراد أن يوصلها إلى بيتها. خرج من معتكف يوصلها إلى بيتها إلى غرفتها، فاثنين من الأنصار شافوه طالع في آخر الليل مسجد مع هالمرأة من خبائه، فأسرع كذا بسرعة، قال: ايش لكم؟ ترى هذه زوجتي صفية. قال رسول الله: يعني انت وهل يعني احنا ما فعلنا هذا شكا فيك، وانما استحياء منك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسد باب الذريعة. ليش؟ هو لا يريد ان ينفي التهمة عن نفسه صلى الله عليه وسلم. لا، هو لا ليس محل الاتهام صلى الله عليه وسلم، لكن خشي ان الشيطان يوسوس لهما بشيء يقع في قلوبهما فيهلك بهذا الظن السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فراد أن يقطع الباب على الشيطان. نعم. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة، لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وحرم القطرة من الخمر وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير، لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها. وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لئلا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها. ونهى عن الخليطين، لأن واحد يشتري خمر ويخليها عنده عشان يخللها يجعلها خل، يحرمها. ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها، حسما للمادة وسدا للذارعة.
فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. يعني كل هذا إنك تخلط الشيء الحلال بشيء من الحرام، من الخمر، إناء كان ينتبذ فيه الخمر حتى لو ما أنت متأكد، ما تضع في شرابك، واضح؟ حتى تتأكد أنه نظيف ومغسول. نعم. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة. ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق. ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلي. ومنع الرجل من التصريح بخطوتها في العدة، وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها حتى لا يتحصل بينهم شيء من الحرام. نعم. ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها، ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله، ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا. وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده، بل على من قصد خلافه سدا للذريعة. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر وذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه. يعني إيش؟ وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه أنه بدون تقابض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. لكن هنا يقول: ولذلك منعت الشريعة من التفرق طيب قبل التقابض. ليش؟ حتى لا يقع فيه ذريعة ربا النساء. نعم. ربا النسيئة يعني إيش؟ ربا النسيئة يعني إيش؟ ربا النسيئة هو الأجل. يعني أقول لك مثلا أنا أعطيك هذا وتعطيني هذا بمقابل أكثر، طيب أبيعك هذا الذهب بهذا الذهب، مو بالآن، تعطيني الفلوس بعدين لكن بسعر أكبر، هذا صار فضل ونسيئة. نعم. فضل معناها عدم التساوي في نفس المجلس، أبيعك ذهب قديم بذهب جديد، هذا ما يجوز، واضح؟ بل منع من بيع الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا النساء، كما علل صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل. هذا زي كذا، الدرهم بدرهمين هذا ما يجوز، هذا يسمونه ربا الفضل، وقد أجمعت الأمة على تحريمه بعد ذلك، حصل خلاف في أول الأمر ثم تبين لابن عباس أنه كله أنه محرم، واتفقت الكلمة على تحريمه. نعم. والحديث الذي أشار إليه حديث رواه مسلم صحيح، هو حديث إيش؟ حديث المشهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح وإيش التمر بالتمر، طيب مثلا بمثل، طيب من فمن زاد أو استداد فقد يعني أربع، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية وأيضا بمسلم: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، فبيعوا كيفما شئتم. نعم.
فحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. الجمع بين السلف والبيع هذا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وهو أيضا محل اتفاق بين العلماء. إيش كيف تكون صورته؟ مثلا أقول أبيعك هذه السيارة طيب بألف على أن تسلفني 500، تعطيني سلف يعني I sell you this car for 1000 but you give me a loan for 500. قد يكون المقصود بهذا علة الربا، في تحايل على الربا وإن كانت ما في نية للربا. ليش؟ لأنه أنا ممكن رفعت سعر السيارة مقابل الدين أو نزلت سعر السيارة مقابل الدين، فكأني اعتبرت شيء من هذا المال مقابل هذا الدين الذي سأخذه منك. واضح؟ ومعلوم أن كل دين أو قرض جر نفع فهو ربا، كما يعني معروف في القاعدة، وكان هذا يروى حديثا، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في راويه هالك ومتروك، وهو الحديث يعني في سنن البيهقي، كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وبعض الروايات كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة وإن لم يقصد الربا، تكلمنا عنها، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع 15 نسيئة بعشرة نقدا. نعم. وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة. هذه حقيقة يعني عجيبة من المؤلف رحمه الله، وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة ذلك وهو منطبق على مسألة العينة. كأني أفهم من ابن القيم أنه يرى أن الجمع بين شرطين في البيع هو المقصود به بيع العينة، صورة هذا البيع بوجود شرطين هو العينة، وكان يقول لك أنا يعني أبيعك هذه على أن تبيعني إياها، أبيعك هذه بألف على أن تبيعني إياها بخمسمائة، يعني عرفت، وأشتريها منك مرة أخرى. فهذه صورة من صور الشرطين، وإلا جعل شرطين في البيع إذا كان الشرطان في البيع ليس لهما متعلق بالبيع، ليس لهما تعلق بالبيع، فهذا محل خلاف عند الفقهاء. أما إن كان لهما تعلق بالبيع فباتفاق الفقهاء يجوز، يعني متعلق بالبيع. مثلا مش إيش متعلق بالبيع، يعني مثلا أقول لك أنا أبيعك هذا بشرط أن لي الخيار 3 أيام أرجع عن ما شئت، وبشرط أن أضمن، هذا يجوز، ما في شيء، باتفاق العلماء. مقصودهم بالنهي عن الجمع بين شرطين في البيع هو شرطان ليس لهما تعلق بالبيع، يعني إيش؟ تبيعتين في بيعة؟ لا البيع لا لا بيع. لا مثل إيش؟ أقول أشتري منك هذا الحطب طيب، أو تبيعني هذا الحطب بشرط إنك تحمله من هنا إلى هناك وتقطعه لي. حمله وتقطيعه ليس له دخل بالبيع. أبيعك هذه الحزمة 10، واضح؟ مثلا تقول
أبيع، تحط شرطين ما لهم أصل بأصل العقد الذي اللي هو الحطب نفسه، شيء خارجي أجنبي عنه. مثلا أقول لك أنا أشتري منك السيارة بشرطين، إيش الشرطين؟ إنك تغسل السيارة مثلا، تغسل السيارة وتنقلها لي من هنا إلى هنا، اشترط شرطين. هذا عند جمهور الفقهاء لا يجوز، الأحناف وبعض المالكية والشوافع والمشهور إننا في أحمد، إن هذا لا يجوز. واستدلوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شرطين في بيع، شرطين في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والحديث يعني في عندها أصحاب السنن وأظن أحمد أيضا. وهذا الحديث اختلف كثيرا في معناه، إيش معنى الشرطين؟ منهم من فسره بالعينة. بس خلينا نرجع للمسألة، الجمهور يقولون هذا لا يجوز في البيع. بعض الفقهاء قالوا لا، العقد صحيح والشرط باطل. وبعض الفقهاء وهو رواية عن أحمد، وهذا النقطة اللي استوقفتني، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، أنهم يجوزون شرطين في البيع، بل ثلاثة بل عشرة بل مئة. يقول ابن تيمية رحمه الله أن البيع عقد وأن الأصل الحل، ما في شيء إني أقول لك أشتري منك هذه السيارة بشرط شرطين، إنك تغسلها لي أولا، وإنك تنقلها لي إلى المكان الفلاني، وإنك تحط لي فيها رائحة كذا، عرفت؟ ما في شيء هذا، إنك تصورها لي أو تصورني وأنا داخلها، إن شاء الله حط ألف شرط، ما في شيء. طالما أن هذا الشرط ليس بمحرم، وهذا الشرط لا يناقض أصل البيع، يعني لا يعود على أصل البيع بالبطلان. يعني مثلا لو أنا قلت، لذلك قالوا لا شرطان، هذا يعني أي شروط فاسد، شرطان فاسدان. مثلا أقول لك أبيعك هذه السيارة على ألا تركبها، مش استفدنا شيء، واضح؟ ما يصير هذا. والكلام طويل يعني ترجعون إليه إذا حبتم. وهذا هذا الصحيح، اختيار شيخ الإسلام تيمية صحيح، أن الشرطين هنا الشروط المطلقة ليست محرمة، إلا إذا فسرنا الحديث هذا الشرطان ما يتعلق بصورة بيع العينة، حينئذ يكون هذا صحيح. المقصود هو إيش؟ الفكرة كلها على إيش؟ أن المنع هذا سد للذريعة، سد لذريعة الربا، أن يأخذ أكثر من حقه. نعم. ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا، ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض. ففي سنن ابن ماجة عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. يعني هذه من عادتهم، من عادتهم. مثلا لو أنا مقترض من إنسان شيء مال، بدل رحت أهديته، جاي أنا مثلا من مكة فأهديته طيب، طيب ما يجوز هذا، إلا إذا أنا من عادتي كل ما أروح مكة أجيب له طيب. بس ليش يوم أنا أخذت منه دين صرت أهديه؟ كأن هذا بسبب القرض وسبب الدين. نعم. وجاءت في هذا أثار وأحاديث كثيرة سأذكر منها شيء. نعم. وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. وروى
سعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب، وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نحوه، وكل هذا سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. فلو كان الدين الكالئ بالكالئ، هذا أيضا ورد فيه حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين، وهذا الحديث يعني أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى هذا الحديث صحيح، معنى هذا الحديث كما نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ وغيره. والمقصود بيع الدين بالدين، يعني أنا مثلا لزيد علي دين $1,000، طيب هو عليه دين لي $1,000، طيب فتبيعه على غيره بالدين أيضا مؤجل، أروح أبيعه على الشيخ محمد أقول له أبيعك دين هذا زيد، طيب اللي هو $1,000، أبيعه عليك بالدين، ما تعطيني الآن فلوس، هو مؤجل، أبيع عليك بكم؟ بخمسمائة، بستمائة، باللي هو. فإن هذا لا يجوز. هناك صور لبيع الدين بالدين كثيرة، يعني إذا كتب الله لنا شيء في فقه المعاملات المالية ممكن يعني تأخذ، لكن المقصود أن هذا قد يخشى فيه ربا النسيئة. نعم. أما لو كان بيع الدين، بعضهم قال هذه صورة تكون أنك تبيعه على نفسك، يعني أنا أخذت منك دين بدي أرجع أبيع عليك نفسك أنت دينك مرة ثانية، خط من زيد دين $1,000، طيب وتروح تبيعه عليه مرة ثانية مقابل أكثر، إن هذا ذريعة للربا، وصورته ربوية واضحة. طيب لكن مثلا لو أنا أخذت سيارة بالدين، أخذت سيارة قيمتها $1,000 بالدين، أسددها على أقساط، ثم هذه السيارة أردت أن أبيعها، هل يجوز لي أم لا؟ يجوز لي، طالما أني ما أبيعها على الشخص اللي أنا اشتريتها منه، ولو كان ما زال علي دين فيها، أبيعها على غيري. تبيعها على غيرك شيخ، لك أن تبيعها بالدين أو بغيره، أو بالدين أو بغيره، أحسن أو بالكاش. نعم. لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، فلو كان الدينان حال الدينان حالين لم يمتنع، لأنهما يسقطان جميعا من ذمتهما، وفي الصورة المنهية عنها ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينها. يعني مثلا أنا علي دين للشيخ محمد طيب، وأنا أدين، أنا أعطيت أسامة $1,000، والآن جاء وقت السداد، قلت خلاص أنت أسامة أعطي محمد، ماشي، وهم سيسددون الآن حالين. نعم. ونهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن، نهاهن عنه. وأمر الله سبحانه وتعالى سبحانه الرجال والنساء. شيخنا عفوا شيخنا، سؤال في هذه المسألة شيخ، في شيخنا شيخ وليد. نعم. في قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن، من زينتهن، هل المقصود أن إن كان هذا هو مقصودها، يعني أنت عمدت هذا لأجل هذا الغرض، أو أن ينهى عنه سواء تعمدت أو لم تتعمد؟ يعني لا، سواء هنا كلام كلام المؤلف ما له دخل بالنية، لأن المقصود هو سد الذريعة، ما له دخل بالنية، لو كانت نيتها هذا تصبح مشكلة ثانية، إثم آخر، لكن هو سدة الذريعة، حتى لو لسان نيته صحيحة، حتى لو ليست نية الربا، حتى لو نية الخلوة بالمرأة للزنا، لكن سدة هذا كله للذريعة، لأنه ما يفضي إليه.
وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. وحرم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. ولهذا لما أنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرن بها تحريم التجارة في الخمر، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلى إفساد العقول، فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا لازم نقف. يعني المشكلة الفاصل سيكون طويل بس نقف هنا لأنه سيطيل في الأمثلة. طبعا مسألة سد الذرائع يعني بس بعض الأمثلة، قد يكون محل خلاف، قد يكون محل عدم تسليم، تجد بعض الفقهاء قد ينازع في بعضها، لكن المبدأ بشكل عام بلا شك أنه صحيح. سد الذرائع باب عظيم في الدين، ما يمكن يعني منازعته، لكن أحيانا قد يتوسع فيه، وبعض الحنابلة قد يكون عندهم توسع في باب سد الذرائع أكثر من غيرهم، والله أعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله. شيخ نعم. اسمحوا لي بسؤال يا شيخ. تفضل شيخ. وفي موضوع يعني خارج عن هذا، في مسألة الشيخ التكفير، في مسألة التكفير نعم. المعين، التكفير المعين، إن قال شخص يعني أنه ارتد عن الإسلام، هو يقول بنفسه أنه ارتد ولا يؤمن بالله مثلا، أو يعني أخبرنا هو بنفسه يعني بأنه ألحد ولا يؤمن بوجود الخالق، فهل يكفر هذا المعين؟ نعم بلا شك. إن كان ليس معتوها، وإن كان يفهم ما يقول، إن كان معتوه مجنون لا يفهم هذا غير، إن كان ما يفهم، واحد قيل له مثلا واحد لا يعرف العربية قيل له قل أنا كافر، قال أنا كافر، هو ما يعرفش معناها أصلا بالعربي لأنه ما يعرف العربية، لا هو مدرك لما يقول يعني خلاص يقول أنه ملحد، لا ولا ولا يقول أنه ملحد ويناقش كافر ولا 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 يتردد في هذا، يعني ليس لا يحتاج هذا إلى حكم قضائي، لا ولا حكم قضائي فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تكفيره، لا لا ليس هذا في بلاد الإسلام، لا الحكم عليه بعينه، الحكم عليه بالكفر، لا خلاص هذا حكم على نفسه، هذا أسهل شيء. أي لا صلى الله عليه وسلم. شيخنا بالنسبة لإعطاء الهدايا أثناء الدين عند إتمام الدين هل هناك بأس؟ لا ما في بأس، أحسنت، على ألا يكون شرطا. يعني مثلا أنا تدينت من عمار 100 دولار ثم جاء الآن وقت السداد فأعطيته 110، إيش 10 هذه هدية، أو أعطيته 100 دولار والزجاجة عطر. نعم. ليش قال هذه هدية؟ لأنك أكرمتني وكذا وكذا. لكن إذا كان مو عند السداد يخشى أن المقصود بها نفع، زيادة الأجل، التخفيض من الثمن في الرد إلى آخر. جميل جزاك الله خير. شغلة طيب. تسمح تفضلي. طب هل برضو ده ينطبق نفس الحل لو واحد مثلا ساعات الناس بيطلبوا مني اشتري لهم حاجة من هنا مثلا من أمريكا وابعتها لحد في مصر مثلا أو كذا، ففكرة ان الحاجة جبتها بالدولار وفرضا الفلوس دي قلت لهم خلاص اعملوا لي بيها، خليها معاك هناك بالمصر اعملي لي بيها حاجة، سعر بقى السعر البيع في النهاردة في بكرة، هل لو يعني برضو فيها ممكن يدخل فيها ربا دي لو المبلغ مش نفس المبلغ بالضبط صح؟ يعني ما اعرفش عايزة لا هو يعني هذا الدين عليهم ولا ايش؟ انا اشتريت لها حاجة وبدل ما تبعت لي الفلوس قلت لها خلي الفلوس عندك، بس فكرة العملة بقى ان هو فالسعر ممكن بيتغير حتى بشكل لما وصلت لها الحاجة بسعر اليوم، بسعر اليوم الذي اشتريتي به، اللي اشتريت مش اللي وصل لها فيها الحاجة يعني خلاص مش اللي اشتريتي به خلاص، لان هذا دين عليها تقضيه طيب خلاص.
شيخ كان عندي سؤال في الخشوع. تقرأ أحيانا عن بعض حتى الصحابة زي عبد الله بن الزبير وبعض السلف يعني من حالهم في الصلاة أن يعني قد يقع سقف المسجد وهو لا ينتبه ولا يتأثر، ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس حالا كان ينتبه إلى بعض الأشياء في الصلاة ويلتفت لبعض الأشياء في الصلاة. ف يعني هل يعني طريقة الجمع بين هذه النصوص عندما تقرأ عن أحوال بعض السلف وحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه ليست حالا دائما لابن الزبير وغيره، حصلت مرة كان مندمج في الصلاة وحصل له، تجد مثلا الصحابي يقرأ سورة الكهف يقول والله لولا يضرب بالسهم والسهمين والثلاثة ولا يريد أن يقطعها. أيضا هذه حال. تكلم للقيم رحمه الله كلاما جميلا عن بعض ما نقل عن بعضهم أنه كان إذا قرأ عليه القرآن غشي ويقع مغشي عليه، وبعضهم مات فإذا رقف الناقور فصعق. حكي أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز هذا كان سبب موته، أنه قرأ آية من القرآن أخافت فمات. طيب ذكر ابن القيم رحمه الله قال هذا هو ممدحة ولا لا؟ الحقيقة أن هذا يدل على ضعف القلب، ضعف الوارد، ضعف القلب، ورد عليه شيء قوي فضعف عن تحمله. وإلا الصحابة ما كان يحصل لهم هذا، لقوة قلوبهم، ليش لقسوة قلوبهم، لا لقوة قلوبهم. هذا يدل على الضعف، يعني ماذا واحد يبكي ويصيح وكذا، هذا رقة في نفسه لا يمدح به الإنسان. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما دمع وليس النشيج ولا بس لو واحد يفعل هذا في الصلاة ويقع عليه دل على ضعف فيه، يعني هم ممدحة. أيضا قد يكون هذا حصل الاستغراق، هذا باب. أما باب عبد الله بن الزبير غيره الخشوع والدخول في الصلاة والغفلة عما يدور حولهم، هذا أظن أن هذا ممدحة، لكن تحصل أحيانا، لا يظن أن بها كل صلاة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة خشع وحصل له من الالتفات إليها والسكون وعدم الانشغال بالحركة وما يحصل يعني خارجها. جزاك الله خير شيخ. يعني أحيانا تكون في مبالغة في قضية الخشوع ترى. تكون في مبالغة شوي في مثل هذه الصور، لكن اليوم في زماننا هذا نحن نحتاج شوي، يعني الناس نسأل الله كافي. تدخل المسجد، هذا قيل في الزمان الأول، تدخل المسجد لا ترى فيه خاشع. وهذا صحيح. شيخ بالنسبة للزواج، هل تنصح بالprenuptial agreements عموما بين خصوصا بين طبعا الذي عنده مال، لكن الوتس كولد المرأة التي عندها مال في هذه الأيام لو عندها حتى لو ما عندهم مال قد يحصل لهم الأموال لاحقا. أنصح بهذا، وأنصح أن يكون فيه يعني وضوح في هذه القضية. جميل، جزاك الله خير. بس طبعا البرينشيب لازم يصير ليجل. لا يغني شيئا إذا كان ليس، يعني مثلا في العقد الإسلامي إذا في تكساس مثلا لازم يوقع الطرفين بوجود محاميين، محامي عنه ومحامي عنها، ليس محامي واحد، يكون محامي مختلف. جميل. ويقعون عليه. فيعني في لازم تراعى القوانين التي في كل ولاية. جزاك الله خير. أدعى لي يعني وأد الخلاف. صلى الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.